مساء الخير على حضراتكم، اهلا بيكم معانا حلقه جديده من حلقات برنامجكم ليوم الاثنين 8 مارس 2021. الحقيقه النهارده يوم مليء بالزخم. النهارده يوم بيمثل بالنسبه لنا اكتر من مناسبه واكتر من معنى واكتر من واجب لازم نعمله في شغلنا كاعلامي. النهارده العالم كله بيحتفل باليوم العالمي للمراه، ودي مناسبه مهمه لانه في الفتره الاخيره المرأة نالت كتير من حقوقها ونالت كتير من الراحة اللي هي تستحقها، لأن هي كانت الحقيقة ناخد مثلا نموذج عندنا في مصر وبالذات أهالينا الأحباء، مش بس في الصعيد، لا ده في الصعيد وفي الشمال وفي الجنوب وفي الحضر وفي العواصم بتاعة المحافظات، تلاقي المرأة يعني عليها 3/4 الحمل. كان عندنا ميراث قديم كده انه الراجل هو اللي شايل كل حاجه وانا بعمل ده كله عشان مين والكلام ده. لا الحقيقه طلع مش حقيقي، طلع ان المراه حتى في الصعيد رغم شيل الهم وشيل الرعايه بتاعه الخلفه والحمل والتربيه والرعايه والوجود في البيت وتسليم القيم وتماسك الاسره، ودول المعنيين اللي اختارهم الرئيس النهارده وهو بيهني المراه المصريه بعيدها أو باليوم العالمي ليها، كمان تلاقيها بتساعد جوزها في الزراعة وبتاخد له الأكل وبتروح وبترتب ويمكن بتعمل مشوار جنب، بتعمل مشاوير جنب ده وبتعمل مشروع جنب المشاوير وجنب الموضوع الأصلي علشان تدبر بيتها، يمكن تغزل، يمكن تصنع، يمكن تقعد على مكنة، يمكن تروح ساعتين في حتة، يمكن تطبخ من البيت وتبعت، يمكن توضب الخضار وتديهم لحد محتاج ما عندوش وقت يوضب. يعني الحقيقة المرأة المصرية بتحمل أدواراً كثير. إحنا مؤخراً بدأنا نقول لها شكراً، بدأنا نقول لها إحنا عارفين فضلك، عارفين كتر خيرك إن أنت اللي بتربينا، لأنه شفنا أجيال مش متربية فكان لازم نقول لها كتر خيرك. الأجيال اللي مش متربية أو اللي اتغسلت دماغها أو اللي اتضحك عليها درجة إنها تمسك مسدس أو آلة حرب ضد أبناء وطنها أياً كانوا، دول يعني لازم يرجعونا مرة تانية لدور المرأة. كل سنة وكل ست مصرية وفي العالم كله طيبة وبخير وتحافظ على بيتها وعلى أولادها وعلى حياتها مزدهرة مرفهة، أولادها سعداء نضاف فرحانين شاطرين متميزين في كل موقع. النهاردة هيكون معانا الأستاذة كريمة الحفناوي عضو الجبهة الوطنية للنساء مصر، و عندنا مناسبة تانية شديدة الأهمية وهي إن النهاردة عشية عيد القديس العظيم البابا كيرلس السادس. البابا كيرلس السادس هو البطرك 116 اللي قبل قداسة البابا شنودة على طول، وهذا الرجل يعني من 59 ل 71 حوالي 12 سنة ما عادش كتير في البطريركية، البابا شنودة قعد أكتر من 41 سنة، لكن البابا كيرلس فترة قصيرة عمل أعمال كتيرة مهمة جدا، ويمكن اللي متابعنا على شاشتنا هيشوف حملة قوية جدا وهي محاولة مننا إن احنا نقدم شيء لهذا الرجل العملاق القديس اللي مفيش حد بيناديله يقول يا بابا كيرلس إلا لما بيلاقي في استجابة من السماء، لأنه كان رجل صلاة، لأنه كان رجل بناء، لأنه كان رجل تعمير، لأنه كان رجل عقيدة، لأنه كان رجل رعاية، هي حاجات كتيرة. مش كده النهاردة بنعمة ربنا هيكون عندنا لقاء مع أبونا الحبيب القمص أبونا رافائيل أفامينا من دير القديس العظيم مارينينا في عشية عيد البابا كيرلس، وموجود هناك الزميل ممدوح ستالين هنلتقي به ومع أبونا الحبيب القمص رافائيل أفامينا. ده بشكل عام عن فقرات الحوار، يلا نخش على طول على الأخبار لأن حلقتنا مليانة.